السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى لكم كل شيء بخير وعلى خير. هذاك النهار كنا هضرنا على سميتو، قلنا بأنه يعني القراية ماشي كان يعني ماشي كنقراو باش يعني ماشي كنقراو باش نخدمو باش هذا، يعني كنقراو باش نعمرو راسنا رزق الله سبحانه وتعالى والعلم نور والجلوة. ماشي أنا كنقول لكم، أنا كنقول لكم على أساس ما تقراوش، لا قراو، قراية ضروري سيبون. يعني كنقرا فهمتيني، ما كنقراش بالستريس والضغط وسميتو، يعني كنقرا عادي ماشي فهمتي كيف. انا شي ولا بقيت حبيت نسمعو هو ديال الضغط وسميتو والخدمه فهمتيني، يعني كنقرا عادي ماشي كنقرا انا بالضغط سيبون. يعني هذا هو اللي الفكره اللي بغيت نوصل لكم انا ذاك النهار. يعني كنقرا ديال مانيير سامبل، كنقرا عادي ماشي ما غاديش ندير انا بانه يعني القرايه هي السبب ديال العيش بوحدو ولا حتى الوظيف. راه الله هو اللي كيعطي كما قلت لكم، راه الله هو اللي كيعطي سالينا. يعني القرايه مزيانه، الانسان يقرا يعمر راسو مزيان، ولكن الرزاق راه الله سبحانه وتعالى سالينا. هذا البوان هذه ما بقيتش نعاودوها. وبزاف ديال الاخوان فاش سميتو فاش هذا قالوا لي كيفاش خاص الا بغيتي دير شي مشروع ولا شي حاجه خاصك الفلوس. هادشي هذا راه ما كيقبلوش الدماغ، حتى هو زنزلوه حتى على سميتو. يعني ما عمر الفلوس كانت ضروريه، باش نكون واضحين هنا في ليكونومي. داكشي اللي قراونا الاساتذه ديالنا الله يذكرهم بخير، كيقول لك ان بون جيستيونير سي سيلوي كي نا با دارجون. يعني ما يكونش عندي انا 4 دريال وندير الفلوس، هذاك هو اللي جيستيون، هذاك هو ان بون جيستيونير سي بون. هذاك هو كيتسمى ان بون جيستيونير سي سيلوي كي نا با دارجون، يعني ما عنده حتى ريال، ما عنده 4 دريال وكيدير الفلوس وشابولي سي بون. هذا هو ان بون جيستيونير. حيت علاش؟ الله يحضر السلامه، يقدر توقع في لا كريز، يقدر اسميتو خاص بنادم يلقى الحل سي بون. هذا هو يعني انسان كيخص يكون في المستوى. نعطيكم واحد المثال بسيط ديال واحد الاستاذ الله يذكره بخير، كان عطاني هذا المثال هذا في الاعدادي الله يذكره بخير، اللي هو ديال الكوميرس. يعني راه كما قلت لكم هذاك النهار هاد اعشار ديال الرزق راه كاين في الكوميرس سي بون. ابارامون صافي ما كاين والو، باش نتفاهموا عليها من هنا هذه القضيه هذه. بس ما ينقصهاش معايا شي واحد ولا شي حاجه تمام. في ساعه الاعصار ديال الرزق راه كاينين في الكوميرس سالينا تخي بيان. المثال اللي عطاني الاستاذ هو كان قال لي ودي اسميتو اذا ما عندك حتى ريال. واحد السيد كان كيدير هكا، كان كيدير هكا، كيدخل مثلا المارش السوق مثلا، المارشي ديال الدلاح ولا ديال الخضره ولا المهم اي اكزومبل مثلا، كيبدا يدور. السلام عليكم خويا بخير، عليكم سي مزيان، شحال داير الدلاح؟ والثاني ثاني حاجه راه قلت لكم هذاك النهار كاين الثقه في الله سبحانه وتعالى الاولى، ثاني حاجه هذه خص تكون هذه السنطيحه سي بون. هذه راه ضروريه، الا ما كاينش هذه راه ما كاين والو، ولكن خصها تكون مع الوقت. راه ماشي كتجي دقه واحده، ولكن مع الوقت سي بون. هذاك الشيء مع الوقت ماشي دقه واحده تخي بيان. يعني هذه ولا بد منها، هذيك ما المراكات ما كاين المراكات سي بون، باش نتفاهموا من هنا. الحشمات ما كاينينش دابا، يعني هذا هو. حيت شنو هو الكوميرسيال؟ الكوميرسيال هو خص هذاك الثلج كيطيح ويبيع فيه الثلاجه سي بون. الثلج هو كيطيح وكيبيع الثلاجه، ماشي كيخدع الناس، ولكن راه لو كوميرس سي بون راه ماشي ساهل، راه سي اون تكنيك سي بون. الناس راه كتكتسب الكوميرس، راه ماشي كتجي غير هكا سي بون. يعني مع المده والممارسه كتولي دي كوميرسيو ان شاء الله بحول الله. والبيع والشراء هو اللي خدام الكوميرس، كوميرس ذاتي امر غير الكوميرس، باش نقولها لكم انا من هنا تخي بيان. انا راه ماشي داير انا الفيلات وداير البارطمانات وداير سميتو، راه انا بحالي بحالكم، ولكن الحمد لله. يعني انسان ما يبقاش جالس، انا ملي كان بغيت انا هو اللي هذوك اللي كيكون عنده الدكتوراه ولا كيكون عنده شي ديبلوم قال لك ما كاين والو، ما كاين ما يدها، عطى الله ما يدها. كاينين راه قلت لكم هذاك النهار عطى الله المشاريع، انسان يتحرك راه عطى الله ما يدها. نكمل لكم هذا ليكزومبل هذا ونرجعوا ثاني لها. كما قلت لكم يعني بانه هذا الاكزومبل ديال المارشي، او انا كندخل المارشي مثلا كنبدا نسول خويا خاصك الدلاح، خويا مثلا شي واحد عنده الدلاح مثلا كنمشي كنبدا ندور، كتلقى ستوكات الرموكات مبلاصين، كاميوات مبلاصين في السوق، كتبدا تسول خويا شحال داير الدلاح؟ 50 ريال مزيان. كتبدا تدور على مولين المكازات عاوتاني، خويا خاصك الدلاح اي شحال الثمن؟ 60 ريال ولا 55 ريال. راه رموك موك دي فيه 10000 درهم مع الصباح، ما هز ما حط، انت جبتي ديتي لي من تما لتما سي بون.
يعني يقدر يكون هداه يقدر يكون بلاصي هداه قدامه يقدر يكون بلاصي قدامه وانت درتي غير هذيك الانسان يدير السبب 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 هو اللي سونسيبل يعني ما بقاش انا جالس وكنقول الله هو اللي كيعطي الله هو اللي اسميتو يعني القضيه ما كايناش الانسان يدير السبب دابا الحمد لله راه كلشي ساهل دابا راه ما بقاش شي حاجه صعيبه كلشي مع الانترنت كلشي الانسان يتحرك شويه القضيه ديال ما كايناش الخدمه واسميتو راه انت اللي ما كاينش كاع اللي كيقول لي ما كاينش الخدمه انا كنعتبره هو اللي ما كاينش اللي عنده الدبلوم وكيقول لك ما كاينش الخدمه ولا ما عنده كاع الدبلوم بلا دبلوم الناس دابا راه خدامين كيتمشيو للملاير ما قاريينش نهائيا والناس عندهم الدبلومات كيقول لك ما كاينه الخدمه ونوض تحرك نوض تحرك الخدمه كاينه الانسان يقلب عطى الله ما يدار انا غنحاول نقاد شي كتاب بحال كامل نلح فيه المشاريع اللي عطى الله ما يدار الانسان يبدا باش نبا الانسان خص غير البدايه الكومونسمون هو ليسونس لي سي بون يعني الانسان يتحرك في الاول اول حاجه الانسان يبدا ماشي نقول انا عندي الدبلوم عندي الدكتوراه عندي اسميتو اسقد عليك هذاك الشيء ديرو في شي بلاكار ومره ضرب لي شي تصويره ودير لي قدو شي كادر دير لي شي كادر سي بون هذا هو يعني الانسان يتحرك بان المعنى هذا الانسان يتحرك والكمال على الله سبحانه وتعالى يدير السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى خبير يعني انا مشيت سولته قلت ليه حد الله قال لي مشيت جبت ليه الشاري في بلاصه ما درت والو ما هزيت ما حطيت راه علي اكسبريس هذا الشيء هو اللي كان كيدير اما كان عنده 4 دريال كان كيمشي كيشد برودوي كيصورو كيلاقي كان غير كيلاقي السلوكه وكيشد الزعبه ديالو فهمتي كيفاش كيشد الكوميسيون ديالو ايه راه ضرب عليها تماره ايه ما بقاش انا جالس سي بون يعني حتى لهنا الله يجزيكم بخير الانسان يتحرك ما يبقاش جالس وراه وحده كتوريك الاخرى سي بون يعني وحده كتوريك الاخرى الانسان يتحرك وان شاء الله ما يكون غير الخير يعني جوج ديال الامور عقلوا عليهم مزيان وترحموا عليهم جوج ديال الامور اللي هما الثقه في الله سبحانه وتعالى هادو راه اساسي هادو راه لي سيستون دي با هادو ما راه سيستون لا باز الثقه في الله سبحانه وتعالى كيما بغا تكون شي حاجه سي بون الثقه في الله سبحانه وتعالى و السنطيحه هاد جوج ديال الامور غنزيدوهم ثاني حوايج اخرى ان شاء الله من هنا لقدام نتمنى تكونوا استوعبتوا هادشي هذا ولكن لا براتيك الله يجزيكم بخير لا براتيك هادشي هذا ماشي حنا كنتخلصوا عليه ولا زعما هادشي هذا راه كنقولوا في سبيل الله كنتعاونوا به مع الناس وصافي داكشي اللي عرفناه كنوريوه للناس سبحانه وتعالى وحتى حنا راه كيوريونا الناس اخرين سي بون هذا هو يعني حتى حنا كيوريونا الناس اخرين نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي هذا وغادي تطبقوه ان شاء الله بحول الله كما هو وراه الخير فيه الخير والبركه ان شاء الله بحول الله سي بون هادو راه كنعطيكم انا دابا السوارد كنعطيكم السوارد ديال اسميتو يعني هادشي ما غاديش تقراو في لافاك ما غاديش تقراو في شي قنطخر هادشي غتقراو في لو تيرين غتقراو في الحياه سي بون يعني في الحياه فين غتقراو هادشي هذا يلاه نتمنى تكونوا بخير وعلى خير السلام عليكم الله يعاون كان معكم اخوكم يحيى تبارك الله عليكم الله يعاون